السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة زاهية حابة ان هي تقول كلمة لكل الناس اللي معاها، لان في قنوات بتتعمل باسمها، وحرام يا جماعة، حرام حرام حرام. اسمعوا زاهية وهي عايزة تقول لكم كلمتين. حرام بعد تعبها وشغلها على القناة ان هي تتسرق، وكمان ناس تاخد القناة وتعمل قناة تانية باسميها. يعني بدل القناة ما اتسرقت والناس تحاول ان هي ترجعها لها، لا، الناس بدأت ان هي تعمل قنوات وباسمها. تعالوا نشوف زاهية وهي بتقول أنا مش مسؤولة عن أي قناة تتعمل. يا حلمي كلمي يا حلمي. يا جماعة، اللي عامل قناة باسم زاهية ما يعملهاش. احنا يا جماعة كلمتين بس عايزين نقوم، احنا لسه ما فوقناش من اللي احنا فيه. نهضنا نعمل قنوات. كل الناس اللي عاملة قنوات باسم دلوقتي اتقوا الله فيا، يعني اتقوا الله فيا، حرام كده. انا لسه ما فوقتش من اللي انا فيه. هو انا نهضت ان انا اعمل قناة دلوقتي علشان خاطر اعمل قناة واقول لكم ادعموني واشتركوا عندي فكرة؟ يا جماعة ما ينفعش الكلام من ده، يا جماعة ما ينفعش الكلام ده خالص. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. يعني لا رحمن لحي ولا ميت، يعني انتوا لا رحمين لحي ولا ميت؟ يعني الواحد بيموت مفيش رحمه؟ يعني خلاص النفوس عادت تعبانه خالص في ثواني كده. القنوات تتعمل باسم زاهيه ومتابعين، انا مانيش مسؤوله على اي قناه باسمي او واخده شكلي. اي واحده هتعمل قناه باسمي او هتاخد صوره للقناه بتاعتي انا اعمل عليها ابلاغ. انا فيا اللي مكفيني، اتقوا الله فيا، اتقوا الله فيا. ايه يا جماعه انتوا ما بترحموش ليه؟ ارحمونا شويه، والله ما عدت مستحمله. حرام حرام اللي بيحصل ده. انا ما نهضتش افوق حتى عشان اعمل قناه تانية. انهضوا قناه، انهضوا اعملوا قناه. ايه يا جماعه، ايه يا جماعه، في ايه؟ خلاص يعني خلاص 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 يعني خلاص ما فيش رحمه. ما بتصدقوا حاجه الناس تناقش فيها؟ جري بتعملوا قنوات باسمي بسرعه، تعملوا قناه باسمي. ما ينفعش الكلام من ده، ما ينفعش والله، ولا يرضى ربنا ابدا. الضرب في الميت حرام. والله حسبي الله ونعم الوكيل. لما الواحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل الناس بتزعل. ما فيش رحمه ولا في دين ولا في اسلام. الواحد تعبان وفي اللي مكفيه، وبرضه الناس طالعه جري تعمل قنوات باسمه وجيلها مشتركين وجيلها متابعين. انا يا جماعه ما عملتش قنوات، انا يا جماعه ما عملتش قنوات، ولا فوقت ان اعمل حاجه علشان اعمل قناه. الناس اللي عملت قنوات باسمي انا غير مسؤوله عن القنوات ديت، وغير مسؤوله عن اي واحد اشترك فيها، لان انا ما عملتش، انا ما عملتش قنوات. حرام عليكم، حرام عليكم، حرام عليكم. انتوا ما بتصدقوا تمسكوا حاجه، انتوا واكليني بقالي 3 شهور. حرام عليكم، اتقوا الله. كمان لما القناه ضاعت وراحت من كتر الهم اللي انا فيه، جارين جاري تعملوا قناه كمان باسمي وتلموا متابعين ومشاهدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليه كده بس؟ ليه؟ حرام. أنا طالعة أقول إن محدش يعمل قناة باسمي، محدش يعمل قناة باسمي. أنا ما عملتش قنوات. والقناة التانية بتاعت اليوميات زي ده ودي اللي موجودة، وقناة حلمي التانية أنا ما عملتش قنوات لسه، ولسه بنشوف حل في القناة. بدل ما الناس تتواصل نشوف حل في القناة. جري بتعملوا فيديوهات وجري بتعملوا قنوات باسمي. لا كده ما ينفعش، والله ما يرضى كافر، ما يرضاش كافر. اللي بيحصل فيا من فترة واللي بيحصل فيا والله ما يرضى كافر أبدا، ما يرضاش كافر ولا يهودي. ارحموني، والله ما عدت مستحملة. لا إله إلا الله. انا بحاول من الصبح انزل على فيديو، مانيش عارف. نزلت فيديو على القناه الثانيه مش عارفه انزله. ده الوقت جيت ابص لقيت القناه كلها اتسرقت. معيش ارقام لحد. المشكله ان انا معيش اي ارقام لاي قنوات كبيره خالص خالص خالص. محدش معيش ارقام لحد. لا حول ولا قوه الا بالله. والله حالي ومالي، ولا اتصل ولا رنت ولا دست على ايميل ولا دست على اي حاجه ولا عملت اي حاجه. مش عارفه اتخذت ازاي، والله ما انا عارفه. لا حول ولا قوه الا بالله.